Pardon, her, ne? Ne tror inte. خذته أمريكا من باكستان وباكستان باعوه الباكستانيين للأمريكان ويهورن بفيز عندي دليل عندي هون دليل عندي ابني كلها السجناء انباعوا إلى أمريكا هنباري أفغانستان باكستان إلى هنباري أمريكا هذه أمريكا تدعي أنه دخلت للباكستان ودخلت الأفغانستان وخاضت الجماعة القاعدة أو الطالبان مستحيل هذو شباب مسكوهم ناس عملاء أمريكانيين للأمريكانيين وباعوهم الأمريكان وأخذتهم أمريكا علشان بان عشان الشعب نتاعها الأمريكي يشوف يقول لك والله إحنا مشينا للأفغانستان وأخذنا جماعة القاعدة كلها وحوالي 600 وأنا أقول هذا أي صحيح Vad hoppas du?